كبار السن بتدعمهم، مسح فيروسي، تأمين طبي. انت عندك دور بتعمل تأمين طبي، بتعمل يعني بتعمل حاجات كتيره ما كانتش موجوده. يعني اي نادي في العالم النهارده لو قلت نادي برشلونه، هل بيعمل رحلات للاعضاء؟ هل بيعمل مطاعم؟ هل بيعمل رحلات مدعمه؟ هل بيعمل مصيف مرسى مطروح؟ انت عايز تعمل حاجات كتيره جدا النهارده للعضو غير الرياضه. بس النهارده الرياضه دي العضو على قد ما بيدفع العضويه بتاعته، بنحاول ان احنا نوفر له تدريب كويس لابنه، ملابس رياضيه لابنه مدعمه، او اذا كان في الفريق. الناس سعيده جدا بلاش بالشنطه اللي نزلت رغم حاله الاعتراض اللي كانت عليها في الاول. احنا قسطناها على 6 شهور. يعني 75 جنيه في الشهر بياخد سوات شيرت، وبياخد تي شيرت، وبياخد تريننج، وبياخد شورت، وبياخد شرابين، فيعني وشنطه. فطبعا كل ده ليه هدفنا ايه من الكلام ده؟ برضو ان انت عايز ما يبقاش اكاديميه النادي الاهلي كل واحد لابس حاجه شكل صحيح. ولو قلت لهم انزلوا تشتروا حاجات دي هيلاقوها اغلى بكتير. احنا واخدين اسعار هما ما فيش اي عضو هيعرف يجيبها. فاحنا بنحاول نحل، بس الناس في الاول بيجي لها شوك كده، بس لما بتشوف الموضوع بتلاقي ان احنا دارسينه صح. يعني زي موضوع مشروع اللائحه كده بالزبط. الناس الان كلها سعيده الحقيقه بالمناقشه وبالاقتراحات. ايه المطلوب من اعضاء الجمعيه العموميه اخيرا استاذ خالد، ومن حضراتكم كمجلس اداره؟ يعني احنا طالبين من الجمعيه العموميه اولا لازم يبقوا عارفين ان يوم الجمعيه العموميه ده هيبقى فيه تسهيلات غير يوم الانتخابات. العضو مش هياخد 7 دقائق من ساعة ما يدخل لحد ما يخرج بين فيهم العملية الانتخابية. يعني مسهلينها إلى أقصى درجة ممكن تتخيل. ممتاز. يعني مش هيبقى فيه صعوبات ولا طوابير ولا حاجة من دي خالص. ولا زحام ولا تدافع ولا. بس لازم تعالى قول أو لأ. تعالى عشان يبقى النادي الأهلي عمل واجبه. كل عضو مسؤول عن مستقبل النادي الأهلي. ما تبقاش عضو سلبي. لا صحيح. تيجي وتناقش وتقول أو لأ وتقول رأيك. بكل احترام وفي إطار تقاليد النادي الأهلي، وتعالى وما تقلقش من طوابير وزحمة والحاجات دي خالص. العملية هتبقى من أسهل ما تتخيل. بس لازم النادي الأهلي جمعية عمومية حضرت بأقصى عدد، يبقى تاريخ زي ما كان أيام الانتخابات كده، في ريكورد عالي الحمد لله، والناس جت رغم الصعاب. جمعية تاريخية. احنا بقى بنقول المره دي ان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبه في الادلاء بصوتك او برايك، وعايزين عدد كبير عشان نثبت النادي الاهلي دايما هو صاحب الرياده في كل حاجه.